ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو هيعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك كمان في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي هعملها ان شاء الله. الفيديو النهارده ده ريفيو عن معجون اسنان كنت جايباه لبنتي من بره مصر، مش عارفه اذا كان بيبقى هنا ولا لا. ده مخصص للاطفال من عمر 3 سنين فما فوق. طبعا هناك وهنا كمان تقريبا بيبقى فيه معجون اسنان بيبقى خاص بكل فئه عمريه، يعني في مثلا من الصفر لواحد، وفي من الاتنين للتلاته، وفي من التلاته لسته، وفي اللي بعد كده. اللي عجبني فيه ده حاجات كتير. اولا هو فيه مستخلصات واعشاب كويسه جدا، دي بتحافظ على تهدئه اللثه، وفي كمان جزء منه زنك، وده بفضله بيساعد على عدم تكوين البكتيريا اللي بتسبب البلاك للاسنان. ده غير كمان برضو ان هو املاح الفلوريد والكالسيوم اللي موجودة فيه دي بتحافظ على الاسنان من التسوس. كمان هو مكتوب عليه ان هو توتي فروتي او توتي فروتي حاجة زي كده، ده عشان فيه فاكهة وكمان فيه حبيبات جواه، دي ريحتها جدا موز، وهو اصلا ميكس فواكه، ده عشان يحبب الطفل في ان هو يغسل اسنانه. فهو في المجمل هو حلو جدا متكامل وبينظف سنان بنتي كويس جدا جدا جدا. وهي بتحب تغسل اسنانها عشان الطعم الفاكهة زي ما قلت لكم اللي موجوده فيه. فانا انصح اي ام موجوده لو هو موجود هنا اشتريه، لو انت موجوده مثلا بره مصر اكيد هتلاقيه بيتباع، لان هو ممتاز جدا وحلو للاطفال. بالنسبة للنصايح اللي مكتوبة عليه ان لو طفلك اقل من عمر 6 سنين يبقى هتستخدمي له نقطة صغيرة بحجم الحباية بتاعت البزلة على الفرشة، مش اكتر من كده، عشان بس ما يكونش مضر لي. فبالتالي طالما طفلك من عمره 3 سنين العبوة هتقعد معاكي مدة كبيرة ما تقلقيش. وبس.